مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي بتنطلق هلأ، وفيها رح نعرف آخر المستجدات بحياة الطلاب اليومية. البداية مع صف جديد للغناء مع كارلا رميا وتقنيات جديدة يستفيدوا منها الطلاب. هاي مابيل، كيفكن؟ كثير حبيبي شعراتك. هاي دي حبيبي. الله دعيما مرسي. يلا تعا. كيفكن؟ منيح؟ بدي شو؟ وين الشعب كله؟ بدي لكم يعطيكم العافية. بدي لكم شغلة كثير مهمة، بتمنى هيك تنتبهوا تحطوها براسكم، انه دائما نحن بس نصير عم نقرب بالشغل اكثر، نحن تقريبا عم نقرب على النص، على نص الطريق. ببلش التعب يبين، يعني ببلش تعب الضغط والستريس والقعده بالاكاديمي والدروس والشغل والبرايمات. يعني الناس لازم يعرفوا قد ايه صعب انه انتم كل جمعه بتحضروا برايم. برايم يعني بقى بعرف انه انتم حسيتوا بمطرح المطارح انكم تعبتوا، انا شفتكم شوي تعبانين بالبرايم، مش يعني مش حلوين، مش يعني مش منيح، بس حسيتكم شوي هيك تعبتوا. بدي اقول لكم انه هيدا اللي عم تعيشوه هون مش بس انتم عم تنموا صوتكم وشخصيتكم، انتم عم بتنموا حالكم تتصيروا قادرين بالمستقبل تتحملوا كل الضغوطات اللي بيتعرض لها الانسان يلي عم يعمل موسيقى وفن. هلا عملتكم انا تيست اشوف قد ايه انتم جديين. اوكي؟ التيست هو فاقين مره جيت لعندكم على الصف عملنا موشحات. لحظه. عطيتكم انا موشحات اوراق، قلت لكم لحظه على اللحظه. ما نضيعهم يعني معي. لحظه. قلت لكم احتفظوا بالاوراق. وهودي الاوراق المره الجايه اللي بدي اجي فيها واطلبها منكم بدكم تحضروها. روحوا جيبوهم، واللي بشوفها اسرع شيء بيربح. يربح مني كادو. جايب كل شيء في اوراق. بدي الورقه، بدي هي. كله مقرا حسن. برافو. مبروك. شوف سيدي اغاني. برنا اوكي. يلا تفضلوا. يلا شباب. برافو. انت تاني وحده بتربح. يلا يلا مين الثالث؟ صار عنا اول ثاني. شوفي وراه علي. يلا تفضلوا. مابيل انت الثالثه. فهديه فرجيني. برافو مابيل. يلا انت الثالثه. مش هالمره هذا. برافو. انت الرابعه. انا حلا. انت الخامسه. انا سيده. جيبه. لا انا اللي جبته. يا عيب الشوق. يلا عادوا. بيطلع لي اياها. برافو علي. برافو علي. انت يلا مين الخسر معنا يعني اليوم؟ نسيم. نسيم. نسيم يا عيب الشوم عليك يا نسيم. نسيم كسرت معاك. برافو ايهاب. مين اللي خسر معنا؟ تينا كانت مسافره بالتوب 1. لا انا ما اعطونيش. ليه ما اعطوكي؟ لا كنت مريضه يومها. اه كمان ما جيتي؟ طيب يعني انت الوحيد اللي خسرت؟ لا يعني وش اللي كان نوميني هذا الاسبوع؟ معيهم كلهم، أكثر زلمة منظم بالعالم. لحظة ما كلهم راحوا عملوا سبق تجيبون، بقيوا أنتوا اثنين. لا أنا بجيبهم. وين ورقتك؟ والله مش عارف، ممكن أخذها. يعني أنت إنسان عم تهمل درسك، عم تهمل أغراضك، يا عيب الشوم عليك، وين الوراق؟ ما هن يوم اللي نظفوا الأغراض، ما بعرف وين، بعد شوي رفعت. هيدي هي الكازيتا بعولتك؟ إيه. هيدي مش علبة الساعة. علبة الساعة. هلا علبة الساعة أهم من الغنية؟ لا مش بينسوا. هيدي كازية كلها أوراق مخربطة ومفشكلة. سديات. سديات لا سديات منظمين. بس هون يا عيب الشوم يا نسيم. هيدي آخر مرة بدي أشوفها هيك الكازية. هيدي موتني. بترتب الكازية تبعك نسيم؟ من علي قرا. لحظة بدك ترتبها هي الكازية وقال له أنا كثير زعلانة منك. اوكي وانت الوحيد اللي خسرت بالصف. لا كل العالم رفايل. وطلب للصف الجاي كل واحد منكم من الموجودين معنا رح يكون موجودين الله راد يحضر لي شيء فولكلور بخص بلده. اوكي
اوكي لان انا اكيد بعرف كثير منيح فولكلور لبناني. شيء ممكن تقدروا تعلمونا اياه؟ مالوف تعلمنا شيء مالوف تلاته. مالوف ايه يعني كل واحد يحضر شيء بليز. هيدا الفرد تبعك والدفوار الهامبورغ لمرة الجاية أكيد ما رح لحق بفرد مرة كل حدا، بس إنه كل مرة حدا بيعلمنا شيء بيصير كلنا عنا فكرة عن فولكلور تبع البلدان اللي نحنا منها. أوكي حلو. أوكي. هيلي في سلطة في لا بيتي هلا وجمع الجاي ندرس شو يعني بيتي. انت حق بظن انا انا عملت غطاء بس نعمل بليز هيك يعني كلنا ردي. اوكي فيك كل ما ارى حسن مدرأيت شكلك الحسن يا عيني اخر اخبار الطلاب بتتابعوها مشاهدينا عبر www.starakarabia.com. رافائيل وهايدي بدردشه حول النجاح بعد الاكاديميه والتوقعات والاحلام. انا شايفك كلاس اي عالم عربي هيك شايفك يعني شايفني اخرج من هنا يعني حاسسني كده. اكيد اكيد اكثر وحده حس انه حقيقه اللي حتطلع من هون تعمل شيء و واسمع هايدي كيف مثلا حفظ شو مثلا كيف بيقولوا مثلا شيرين او هيدا هيك حاسمع مش مش يعني والله نسمع هايدي بمهرجان ولا نسمع هايدي بهذا نسمع هايدي يعني شفتوا شو نزلت هايدي من جمعه الماضي والله العظيم عم بقول لك بس هيدا ستيل هيدا الستيل انه انت بس ما بدي اطلع هلا ما مش وقت يعني بدي ما اعرفش بس يعني انا عندي نظره فيك ويا رب ما تكونش غلط بس انا يعني عشان قبل كده عرفت اشخاص فانا عارفه الشخص ده بعد كده هيبقى عامل ازاي مش كده مش عايزاك ابدا تحس ان انت كنت حاسس من شويه ده ابدا لان انت هتعمل حاجه كبيره قوي في لما تخرج انا متاكده ان شاء الله بدي 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 ايدي وباجري بدي اشوف الفرصه شو بدك زي؟ يعني هيظبطك هتعمل معايا كويس؟ ايه فيكم مشاهدينا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وكمان عبر صفحتنا على انستغرام. اول بريك بحلقة الليلة وبنرجع بعده للاخبار. منتابع يوميات ستار اكاديمي ويبدو انه مشكله الجلي بعدها عالقه وما انحلت فكيف رح تتصرف شانتال لما تعرف انه رافائيل ومروان ما جليوا الجليات؟ ما جلوا مروان ورافائيل معناه؟ انت شايفه ايه؟ ما جلوا طيب ماشي مروان بيحكي عن النظافه والنظافه انا امبارح رتبت لهم كل الليفينج كرمال بس يجوا اذا ما بيجوا بنرفض لهم طلب على جمعه يعني اذا بيطلبوا منه ولو عبوا لنا كوبايه ماء امشي من قلهم روحوا اكيد لا طبعا هو ده اسهل حاجه لا مش منطقي لانه الكل عم بجلى يعني ما يحكي عن النظافه وما بيعمل شغله كل ما بيحكي بيحكي عن النظافه في الاخر شو ترك هيك وراح انام المفروض انه يغسل واحد البان انا رافائيل مش دوره امبارح انا كان دوري امبارح كان مروان ورافائيل دوره مش انا وياه كنت رافائيل انا ومروان يوم الاحد
يا عمي شو بدك بهالجمعة؟ نحن رجعنا بلشنا نهار الثلاثة، رجعنا بلشنا هيدا، بلشنا سكادجول جديد. مفروض هو رفايالي جلو مبارح. اليوم مين؟ اليوم دينا ومابال. لا اليوم مش رح يغسل دينا ومابال، رح يغسل مروان ورفايال. اوكي شانتال، شانتال ما تغسليش، اوعي تغسلي اليوم. مروان لازم يغسل، لانه كل ما بنتكلم بيطلعنا احنا الوسخين وهو النظيف. ما رافائيل اليوم رح تجلي انت ومروان. شو؟ اليوم رح تجلي انت ومروان لانكم امبارح ما جليتوا. دينا اليوم كانت المفروض دينا ومابيل، بس دينا ومابيل اليوم مش رح يعملوا شيء. امبارح رتبنا لكم انا ودينا على اساس انتم بتجلوا بس. لا المشكلة انه مروان كل ما بيحكي بترتب كل ما تحكوا معي عن النظافة. ايه اوكي مروان. مستر خلص 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 ما نحكي بظهر بعض بعمركم. لا بدي اقول لك اكره اقول له بيبويا بوجهه. مستر كلين. على امل انه الطلاب يلاقوا حل جذري لمساله الجلي بالاكاديميه رح نتابع مع صف جديد لتوني البيه. صباي وي احفظوا معي اللي عم بقوله. يعني رح نقولهم بالنوت، بس بعدين لما بتكون تصيروا تغنوا مع غيركم ما فينا نقول بالنوت، لانه اذا انتم مي بتصير فا، واذا هن بيكونوا مثلا فا او صاد انتم بتكونوا مي مشان ما يتشربكوا مع بعض. اوكي؟ لا اسمعوني انا، هيدي الموسيقى هول النوتات. نحن هلا بس يجي الكل بيشرح هذا الشيء. الكل مقسم لاربع اقسام. احن مثلا جروب حنان والصبايا برا رح يكونوا عم بيقروا النوتات اللي فوق. انتوا عم تقروا اللي تحت اللي كتب لكم تحتهم. تمام. اوكي؟ مثاقبين هون وهون. يعني انتوا رح تقروا السطر كانه هون. اللي هو مي مي. مي مي دو دو مي فا صول فا فا صول 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 فا مي. مي مي دو دو مي فا صول 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 فا مي فا مي. انتوا هيدا قريتكم. هلا بعد شوي لما يجي الكل بشرح للكل كيف ووين وشو شو عملنا. اوكي؟ لكن قولوا معي بس تكونوا عم تحفظوا. مي مي دو دو مي فا صول. اوكي؟ لانه في كثير متطلبات حاول ما نهزجرنا. 1 2 3 4 مي مي دو دو مي فا صول فا فا صول 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 فا مي. الصبايا بالوقت اللي اكلتوا فيه صحتين كانوا تعلموا شيء. هن فوا وهن فوا صرنا اثنين. بعد عندي فوا ثالث وفوا رابع. هلا بصمكم علي مع عباس بدي اعطيك باس حتى لو انت بتجيب تنور، ومع رفايال معكم والشباب البيلا فينا ارجع اقلبكم يعني. وبرجع ايهاب وانيس. مين بعد في الشباب؟ ونسيم مروان نايم مش مشكلة. سو نسيم وانيس وايهاب فيكم تقعدوا مع بعض على اخر ثلاث مقاعد، و ورافائيل وعباس وعلي كمان سوا. يعني انتوا جروب انتوا جروب هن جروب. وهلا برجع بشرح لكم شو عم بعمل. اوكي يك. بس هيدا الدرس بالتحديد مش مثل الدرس الماضي. هيديك كان ميل لشعبي شعبي والايقاع، هيدا ميل لانه كثير سكوت تنقدر نركب عم نخيط يعني. فاي همسه بتخرب الدنيا بس. اوكي دو صبايا سوبرانو 3 4 صول صول مي صول دو ري مي 3 4 دو دو صول دو لا سي دو سي سي دو سي دو دو دو. نرجع سريع 3 4 مي مي دو دو مي فا صول فا فا صول 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 فا مي 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 دو دو مي فا صول 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 صول
هيكون سوبرانو باس. دو تروا كات دو 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 مي لا سول دو سول سول دو ري مي فا دو. بيرجع دو 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 مي سول سول دو سول فا مي فا سول. يلا سوبرانو ماون يلا. دو 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 مي لا سول دو سول سول دو ري مي فا دو بالبيانو ساعدني. برافو. لليوم يعطيكم العافية. بعرف انه الكل تعب. مرت الجميل. لا عجبتني كثير. يعطيكم العافية. بريك صغير ونرجع لأخبارنا. خليكم معنا. منتابع يوميات ستار أكاديمي. القصة بدأت مع نسيم وهايدي، لكن كيف لساروا الطلاب كلهم عم بيشاركوا بالبيلو فايت؟ منتابع سوا. اسمع انت اللي قاعد تمزح معها. غلط انت غلط. والله هذا اللي بيحصل ده غلط. بدي امزح معك دقيقة بس. أنا مشغول أصلاً مشغول. كذاب معكم. اعطيني هالشوية. مين ضبطك؟ نسيم اسمع اسمع. نسيم 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 أقول لك شيء. اسمع اسمع. نسيم نسيم اسمع اسمع. دقيقة دقيقة. اوكي يلا ليتس جو. حلوه شو ناقصني؟ كيف تضربي؟ حبه تركني نسيم خلص. طب ما تركني. طب وقف خلص عشان راسي عم يجعني. راسي عم يجعني. راسي عم يجعني. عم يجعني انا. رح يضلني وجعك. يا ماما. نسيم. لا بليز لا لا بليز. عرفتي عرفتي انه طقيت لي رقبتي عشوائي عملت هيك طقيت عرفت ما بدك تصرفي ما شاء الله نسيم ما بقى اطلع بالله انا عامل سلو موشن طب مش هنا مش هنا مش هنا انا بذاكر تعي حبلة الله خليك قلت لك الله خليك تراك لك خلاص لك تركني يا هبلة لك تركني حبلة طفي صوبي أي أنا مش عارف هاد تبعاني نسيم ورجيني عينك كيف عن جد خلص فت بعيني بشرفك وقف عن جد كثير وجعتني بشرفك وقف خلص نسيم لو تمام وابوكو خلص وقف تمام وقف خلص وقف عن جد راسي عم يجعني ما بضربني على راسي يلا مريك Yeah.
شو؟ حملت حملت فيي بعد عني انا ما قصدت شو يعني بعد عنك؟ مين؟ حملت فيي حملت فيي حملت فيي إيهاب حملت فيي حملت حبيبي والله نفس صحتي ثيابي وبرجع ايه والله لفرجيكم اليوم اسمع انت لازم تحترمني انا كبر منك حنان مزعوجة كتير وخايفة مثل العادة طلبت تشارك خوفها مع ميلاد حتشيتي شو حنان؟ شو؟ قولي لي شو الموضوع؟ أنا شخص كتير بحب العالم هيك بحب محبة العالم لإلك كل يوم بقول يا رب يا رب كل العالم تحبني بحس مسؤولية أكبر لما العالم تحبني بتعطي أكتر بتعطي بس بحس لما ما بعتق أنا ما بكون راضي عن حالي أو ما بكون راضي عن شيء أنا عملته بحس إنه مش لازم إنه أبني بحالي مش لازم لأنه وكأنك عم تقولي إنه أنا هالناس بتحبني ما بعرف إذا هيك أنت صحيلي وكأنك عم تقولي هالناس بتحبني بس أنا هل بستاهل هالحب إذا أنا غلطت هيك خليني أقولك شيء أول شيء أنت ما إلك علاقة بأخطاء يعني مش ما إلك علاقة عفوا على التعبير حنان أنت منك أخطائك كلنا منغلط نحن الناس بحبونا لأنه شايفين فينا شيء بينحب بغض النظر عن هذا التصرف بالذات سو ما تعاقبي حالك على تصرف معين زلت صوت معين صراحة كتير كتير بعاقب حالي من جوا أوقات ما بنام أوقات انت بس طل هولي اوكي احكيون طلعيون لحتى ترتاحي منهم بس انا بدي اقول لك ما بعرف كيف جايز العالم اللي بتحبني لانه كثير بحبهم يعني حبت لانه عن جد يمكن اكثر شخص بحس بالذنب هو انا لانه عم تحسي انك انت مرات عم تكوني عم تقصري من هن بيحبوك لانه بيحبوا شخصك بيحبوا شخصيتك بيحبوا ستيلك بيحبوا صوتك بيحبوا طريقه ادائك بيحبوا طريقه اللي عم بتغني فيها وانت صرتي ببرايم 6 حيضلوا يحبوك سنبسطي بمحبتهم لإلك واشتغلي بايديك وبإجريك للتابع ان شاء الله اخر بريك بحلقه الليله مشاهدينا وراجعين خليكن معنا منتابع يوميات الطلاب يلي ما كانت تخلى أبداً من مقالب سهيلة وحيويتها بالأكاديمية قبل مغادرتها الأكاديمية نطرت حتى ناموا الشباب ونفذت يلي براسها حضرنا شوية ميكاب زبطونا بكرة في حد عنده جرينة؟ بنتي بديها اليوم سكتي اليوم تعبانين غير نهار اليوم تعبانين كتير شرفك ما بدي حدا يعمل لي شي الصبح ما يعملوا لك انت والله راح يعرفوا انه انا اللي عملت اكتبي على المرايه اساس وهايله بس
بس تعملي لي اف بصحى. عملت الوش هيك وهون هيك وهون هيك ساحرة. وعيوا الشباب تاني يوم مزينين وجاهزين، فكيف كانت ردة فعلهم على مقلب سهيلة؟ صباح الوز. بدك تطلعي طلعي مشي انا. عاود نزلوا انا نطلع. يعني ما درت له ميك اب وليت شباب وناخذ بعضي. شو فيها نلعب مع خيي؟ تلعبي مع خيي تلونيني. جبتك ما كاين لا خويا لا والو قف وجدي وجدي حق قبل لو تنعسي معك بس انا جبتيني حيش كنت جبتي البلا والله الا جبتي البلا وحق قف حبيب قلبي صباح الخير كيف شفت الميك اب ها قلت لي علاش دات ليا ها قلت لها السريق هات لهنا زدت لها السريق وبدات تبكي عليا ماشي انا راه ماشي انا وطلعتو ليها وقلت لي انا مشي هكا سقسو على الاقل سقسي اجي اجي ما نجيش شكون ما ها شكون ما لا شحال من مره يفوت لعندكم يدير لكم هذا الشيء ما كاينش شي واحد يتجرأ يدير من غيرك انتيا رايح انا نهزها شكون مشي هكا سقسي سقسي انت اللي درتيها ايهاب مثل علي يعني مش عم يعمل لي هيك انا قلت نزلت قلت شو في شيء دخلي شو؟ قمت لقيت حالي احرى هون كله هون حاطينه حمرا تعال هون يا خيي شفت هالمخلوقة بفلتاني عنا بالأوضة لا بالعكس أنا قلت كثر على إيهاب إيهاب حطته سويت له رجو حبيبي أنا وتعرف شو صار عملت له رجل إيهاب أنت شفتها في الأوضة متصحناش تكمل نوم مين قال تعرف إيش صار شفتها لما شفتها أنا كنت مبسوط ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بالمسابقة وتربحوا سفرة لبيروت لتتابعوا البرايم مباشرة دخلوا على www.cbc-eg.com حلقتنا لليلة انتهت بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة وأخبار جديدة باي باي Allah